مساكم الله بالخير عيدكم مبارك اعزائي المشاهدين ومرحبا بكم في حلقه جديده من الاجنده. اليوم هو السادس عشر من شهر يونيو للعام 2018. كنت اود ان نلتقي بعد العيد لنتحدث في امور السياسه والفكر وهمومهما لكن هذه طبيعه عالم الاعلام والقنوات الاخباريه الايام عندها كلها سواء والاحداث الاخيره ايضا تستحق التعليق. اعني معركه تحرير الحديده التي تخوضها قوات يمنيه مدعومه من قبل التحالف ضد ميليشيا الحوثي. آه هذا خبر مهم يستحق التوقف سيكون هذا هو موضوعنا في المحور الاول من الحلقه. نناقش فيه آه اهميه هذه المعركه بالنسبه للطرفين وما الذي تعنيه على المستوى السياسي لهما. ولكي نخفف وطاه التحليل السياسي قليلا سننصرف في المحور الثاني من هذه الحلقه للحديث عن مساله في الفكر السياسي يعني اثارها مقطع فيديو اشتهر في الاسبوع الماضي او الاسابيع الماضيه لزعيم الميليشيا الحوثيه عبد الملك الحوثي وهو يتحدث عن النبي حديثا راى فيه البعض سخريه من النبي وراينا فيه شيئا آخر يستحق التوقف وبالمناسبة أثناء التحضير لهذه الحلقة أو في اللحظات الأخيرة لتحضير هذه الحلقة كان هناك خطاب ل يعني الرئيس السابق علي عبد الله الصالح خطاب قديم يعني يعرض لأول مرة أو الخطاب الأخير له عرض لأول مرة ولأن الوقت كان غير مناسب أو لم يتوفر لنا الوقت الكافي لي يعني تسجيل تعليقاتنا وملاحظاتنا عليه يعني أجلنا لمناسبة قادمة وسنتوقف في هذه الحلقة أمام هذين الموضوعين كونوا معنا <applause> لماذا تفضل قوات التحالف السعودي الاماراتي ان تخوض معركه مع الحوثي في الحديده وليس في صنعاء. ولماذا تستميت ميليشيا الحوثي في معركه الحديده وتعتبرها معركه حياه او موت. الجواب على هذين السؤالين سيلخص حقيقه ما تريده جميع الاطراف من هذه الحرب في المستقبل. ما تريده السعوديه والامارات ومن ورائهما امريكا من الحوثي وما تريده الشرعيه من التحالف والحوثي وما يريده الحوثي من اليمن. بالنسبه للشرعيه من الواضح انها تتمنى اسقاط الانقلاب وارجاع الحوثي الى كهوف صعده على الاقل ان لم يكن الى بطن امه. لكن الشرعيه الان لا تمتلك المقومات الكافيه لهذا الطموح وليس مسموحا لها اصلا ان تمتلك هذه المقومات كما شرحنا في حلقات ماضيه. وقد تم اضعاف الشرعيه من قبل الحلفاء كثيرا لغايات معروفه ومنكره ايضا تحدثنا عنها مرارا. والشرعيه الان تحاول المشي يعني في حقل الالغام التي او الذي وضعه الجميع في طريقها. وهذا الوضع ليس جديدا على اليمنيين لمن يعرف التاريخ الذي يطالع مذكرات القاضي عبد الرحمن الارياني على سبيل المثال سيكتشف ان التاريخ يعيد نفسه يكرر نفسه بطرق مختلفه قليلا. يعني موقف السعوديه والامارات اليوم من الشرعيه ومن الثوره يشبه موقف المصريين من ثوره 26 سبتمبر. وضع الشرعيه اليوم يشبه وضع ثوره وثوار سبتمبر قبل خمسين عاما إلى حد كبير هذا بالنسبة إلى للشرعية أما بالنسبة للتحالف فمعركة الحديدة تحقق له هدفين مهمين الأول حرمان الحوثي من مصادر السلاح عبر البحر وهذا أمر معروف وخاصة الصواريخ البالستية اللي هي قضية القضايا بالنسبة لهم خاصة وأن الإماراتيين باتوا يشعرون بخطر هذه الصواريخ على مدنهم بعد التهديد أطلقها يعني الحوثيون ومن السهل طبعا أن يطور الخبراء الإيرانيون بعض الصواريخ المنهوبة من الجيش السابق أو يزود الحوثي بصواريخ تصل إلى دبي لكن الهدف الاستراتيجي لهذه المعركة في نظر التحالف هو تحويل الحوثي من حالة دولة إلى حالة فصيل سياسي محلي الحوثي الآن هو في حالة دولة أشبه بالدولة إيه والحوثي لا يستطيع أن يكون دولة إلا بموانئ بحرية وإلا يصبح مجرد عصابة معزولة في الجبال هذه مشكلة الحوثي هي ما عندوش توسط يا دولة يا ينعزل تمام السعودية تريد منه أن يصبح فصيل سياسي هذا ما تريده السعودية والإمارات ومن معهما من الأمريكان لا يريدون إسقاط الحوثي تماما وإنما يريدون تأمين حدودهم وتامين سماواتهم من مخاطر البالستي وابقاء الحوثي شوكه في حلق اليمنيين يعطل حياتهم السياسيه يعطل مشروع الديمقراطيه الذي يخيفهم ويبقى حصانا جاهزا للركوب عند الحاجه وخصوصا من قبل الامريكان. القاضي الارياني في مذكراته يقول ان عبد الناصر المصريين في ثورة سبتمبر عام 62 لم يكونوا يهدفون الى مساعدة الثورة اليمنيه فقط بل كان لديهم المصريين يعني لديهم مشروع خاص ومخططات غير بريئه كما يوحي القاضي الارياني هذا المشروع المصري انذاك تسبب في اضعاف الجمهورية فيما بعد جاء في مذكراته بالنص قال ولما كان من جملة الغايات هذا الكلام للإرياني الآن قال ولما كان من جملة الغايات التي تعمل لها هذه المخططات يعني المصرية أن تظل الحكومة الضعيفة متناحرة وأن ينهار الوضع الإداري ويقع في قبضة الفوضى وأن يفلت زمام التنظيم الاقتصادي وكل الشؤون المالية من الدليمانيين وأن لا يتحقق أي تقدم في أي جانب من جوانب الحياة هذا الكلام كله يعني بيقولها الإرياني عن المصريين اللي ساعدوا اليمنيين في مواجهة الإمامة وهو كلام يشبه اللحظة الراهنة وقال أيضا أن المصريين شجعوا على إثارة النعرات المذهبية هذا يذكرك بالجماعة اللي في عدن يعني بالإمارات وما صنعته في عدن وفي ما غيرها من المناطق وفي تعز قال يشجعون على إثارة النعرات المذهبية والطائفية والمناطقية بين اليمنيين آنذاك وهذا كما قلنا ما تفعله الإمارات السعودية اليوم وفي عبارة مهمة وعجيبة عن السخط الشعبي ضد الممارسات هذه المصرية قال القاضي الإرياني لقد وجدوا أن التذمر الشعبي قد تعمق واتسع وأن التشكيك يعني أصبح فيه تشكك في الثورة والجمهورية يعني متطور واشتد حتى أصبح الشعب يعبر عن يأس من الوضع لعجزه عن تحقيق الآمال الكبار التي أسرف المسؤولون في الوعود بها وعجزوا عن الوفاء بشيء منها بل عجزوا عن الإبقاء على الأمن والاستقرار اللذين كان يتمتع بهما قبل أن يعني بعد أن أصبحت الألغام تتفجر في صنعاء يعني بيتكلم عن أن الشعب صار في حالة سخط كبيرة. وهذا يذكرنا بال بالحالة في عدن الناس استقبلوا الإماراتيين استقبال الفاتحين اليوم يدوسون على أعلامهم وعلى صورهم كأن التاريخ يعني يعيد نفسه بالفعل ما تفعله الإمارات والسعودية اليوم مع الشرعية ومع اليمنيين عموما شبيه بما فعله المصريون مع ثوار سبتمبر وصدق الله العظيم إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة المعركة في الحديدة قد تطول قليلا بسبب شبكات الألغام التي زرعها الحوثي والخنادق التي حفرها وبسبب المدنيين الذين سيحولهم إلى دروع بشرية وأيضا بسبب الاستماتة التي سيبديها السلاليون في الدفاع عن المدينة أو بالأصح الدفاع عن ركبة المشروع السلالي لكن في نهاية المطاف المعركة محسومة إذا لم تتدخل دول صديقة وسين... المشروع سيندحر هذا المشروع الخبيث الذي جلب لليمن كل هذه المصائب وألجأها إلى أعداء ما كانت ستلجأ إليهم لولا كذارته اليمنيون الأحرار مستعدون لتحمل أي شيء إلا مشروع الإمامة ومهما تعرض حلمهم لعبث الحلفاء فإن عبثهم زائل لن يدوم وخطرهم محدود إلى حين اما خطر الامامه فهو خطر وجودي خطر وجودي دائم يتسلل الى الجهاز العصبي لليمنيين هنا تكمن الخطوره يعني بامكان الانسان ان يتحمل عضه كلب لكنه لا يستطيع ان يتحمل ورم سرطاني كالامامه صراعنا مع الامامه صراع قرون صراع وجود صراع كرامه قبل ان يكون صراع مصالح وهذا النوع من الصراع يستحق أن تتحمل في سبيل أي خسارة لأن هذا المشروع السلالي إذا بقي هذه المرة فسيبقى لعقود طويلة قبل أن يسترد اليمنيون أنفاسهم ويجهزوا عليه ويظل اليمنيون هكذا يهدرون أوقاتهم وجهودهم في صراع أزلي مع الإمامة ومع التخلف وربما تكون هذه هي الفرصة الأخيرة بالنسبة لنا لاستعادة دولتنا وكرامتنا وجمهوريتنا ربما تكون الفرصة الأخيرة أعزائي المشاهدين سنذهب لفصل قصير ثم نعود لاستكمال الحديث ابقوا معنا قال مراسل قناة بلقيس إن قوات الجيش الوطني سيطرت على مواقع جديدة في عدد من الجبهات الجيش الوطني يحرر عدة مواقع جديدة هنا في سلسلة جبال حام وفي مناطق مختلفة من في أهلا بكم من جديد جماعة المشروع السلالي ناس أذكياء يعرفون كيف يتلاعبون بمشاعر البسطاء كيف يغسلون أدمغتهم كيف يوظفون عيوب الاخرين لصالحهم؟ كيف يوظفون الدين الدين الاسلامي لصالح مشروعهم العنصري؟ وطبعا الذكاء هنا امر طبيعي لان هذه الجماعه جعلت دينها هو السياسه. وجعلت ديدنها هو الوصول الى السلطه. لا يعنيها من امر الدين سوى هذا. والانسان لما يظل يفكر في شيء واحد طوال الوقت يكتسب ذكاء خاص في هذا الموضوع. وجميع اليمنيون يعني او جميع اليمنيين تقريبا شافوا انه معظم الذين التحقوا بالمشروع السلالي كانوا سلاليين غير ملتزمين بالدين. يعني القضيه بالنسبه لهم القضيه عندهم ليست يعني قضيه دين. وانما هي قضيه سياسه ومصالح دنيويه. سلطه ومغانم. وعبد الملك الحوثي ومن معه من نخبه السلاليين الذين يحكمون اليمن اليوم يدركون ان هذه نقطه ضعف تكشف حقيقتهم امام الناس. ولهذا يحاول هذا الشاب تقديم نفسه على انه رجل دين في المقام الاول. مش رجل سلطه. لكن كيف يقنع الناس انه رجل دين وصلاح؟ وما هوش يعني مجرد قاتل ورئيس عصابه تمردت على اجماع الامه ودمرت الوطن كيف يسوي؟ بسيطه يعني يجيب السيره النبويه ويقول للناس تعالوا يا مسلمين تعالوا يا يمنيين شوفوا الذي بنسويها احنا الحوثيين هو نفس اللي كان يسويها النبي والذي جرى للنبي من قبل هو نفس الذي بيجرى لنا الان فالذي يعاتب الحوثي اليوم كانه يعاتب النبي. النبي حارب المشركين. وانا احارب اليمنيين المنافقين. النبي كان يتعرض للاذى من كفار قريش وانا اتعرض للاذى للاذى من اليمنيين ومن حلفائهم في الخارج. ومثل ما انا بنسوي مشاكل النبي ايضا كان بيسوي مشاكل هكذا قال. يعني انا ماشي على السنه النبويه تماما هذه خلاصه خلاصه ما جاء في واحده من محاضرات عبد الملك الحوثي الرمضانيه محاضرات اللزجه وانتشر لمقطع يعني في الفيديو يقول انه يقول فيه ان الرسول كان صاحب مشاكل يعني مقطع بيحاول يستظرف فيه وبعض الشباب استغل هذا المقطع وقال ان الحوثي يسخر من النبي والحقيقه ان الحوثي لا يسخر من النبي بل يسخر من عقول اتباعه السذج يسخر من من عقول المتابعين عندما يقدم لهم النبي بهذه الصوره تعالوا نستمع اليه ثم نعود للتعليق عليه لذلك حتى من يقدمونها باسم الدين نقول لهم القدوه في الدين هو رسول الله القدوه في الدين هو رسول الله رسول الله كان شخصا مجاهدا قائدا مجاهدا رجال مواقف رجال مشاكل <applause> ويقولوا له يعني يصوروا الناس التدين تصير داخل المسجد وتفتح الختمة ومن بيتك سا مسجدك وما لك حاجة عبد الملك الحوثي أراد أن يقول إذا بتعتبروني صاحب مشاكل فالنبي أيضا كان صاحب مشاكل النبي كان يحارب ويقتل ويقطع الطريق على الكوافل يعني في بدر ويهدم مساجد الضرار ويهجر الناس من مناطقهم ويغتال بعض الإعلاميين بين قوسين الشعراء هكذا بيقدم السيرة و... وأنا ماشي على السنة النبوية هذه هي المعاني التي يحرص عبد الملك الحوثي والسلاليين أن يرسخوها في أذهان أتباعهم والمشاهدين له متابعين لخطاباته وقد قالها يعني قالها قال نريد ان نرسخ هذه المعاني في اذهان الناس. عبد الملك الحوثي ومن معه يدركون انهم عباره عن عصابه سلاليه كذره تطلب الدنيا باسم الدين. لكنه يريد ان يخرج من اطار هذه الصوره المحرجه. فيهرب الى ارتداء زي الانبياء والصالحين. يحاول بكل ما أوتي من مهارة في الخطابة أن يقنع فئة الزنابيل بأنه مثل رسول الله وأنهم مثل صحابة الرسول وأن خصومه كهذه الإصلاحيين واليمنيين من كل الفئات مثل كفار قريش وأن التاريخ يعيد نفسه طبعا هذا الكلام الواقع يفضحه وقليل من العقل بس قليل من العقل يعريه والمستقبل يعني سيعرف المستقبل اكثر واكثر. لكن طبعا انت من تخاطب؟ ما تقدر تخاطب الناس هذول لانه مغيبين. السلاليون يدركون ذلك. السلاليون انفسهم يدركون ذلك ولاجل هذا يسابقون الزمن للسيطره على البلد قبل ان ينكشف المستور وتسقط الهاله الزائفه من اذهان الحمقى والمغفلين، لكن هؤلاء الحمقى والمغفلين لا يدركون ذلك. يعني في المقابل هذا الخطاب يكشف عن مشكله اخرى يعني غير مشكله انه معانا ناس مغفلين ومعانا ناس اوغاد وثعالب يعني بيستغلوا سذاجه الناس ويورطوهم غير هذا هذا الخطاب يكشف عن مشكله اخرى موجوده في تراثنا الديني نفسه يعني لو سالتم انفسكم لماذا يقتنع بعض الناس بكلام مثل هذا لماذا يظن بعض اليمنيين ان عبد الملك الحوثي ماشي على الصراط المستقيم او على صراط النبي؟ الفئه اللي بت... يعني الفئه الحوثيه هذه المصدقه يعني لماذا تصدق؟ صحيح معظم هؤلاء المصدقين هم من الجهله والاميين واشباه الاميين ومن المازومين نفسيا فئه المأزومين نفسيا بسبب المشاكل والفكر ومشاكل الحياه اللي كانت في الفترات الماضيه كلهم التحقوا بعبد الملك الحوثي او معظمهم صحيح هذا الكلام لكن هذا ليس السبب الوحيد الجهل ليس السبب الوحيد الذي يورط بعض البسطاء مع المشروع السلالي رغم كباحته كباحة الظاهره وانما هناك عوامل اخرى منها ان تراثنا الديني نفسه يساعد على ذلك تراثنا الديني للاسف يخدم مشاريع الخراب والحروب بطريقه غير مباشره يعني مثلا السيره التي كتبت عن النبي نفسها تقدم النبي وكانه رجل حرب في المقام الاول مثل عبد الملك الحوثي السيره النبويه تبرز جانب القائد المحارب على حساب الجوانب الأخرى من شخصية النبي لأنه كتاب السيرة لم يكونوا يقصدون كتابتها بطريقة علمية كانت كتبت بطريقة يعني حكواتية حتى سموها يعني أيام العرب كانت أشبه بأيام العرب وهذه السيرة تقدم التاريخ النبوي على أنه تاريخ حرب ولذلك غاب التاريخ الاجتماعي للنبي والتاريخ الاجتماعي للصحابه على مدى 23 سنه ما عندناش تاريخ اجتماعي حقيقي للصحابه واضح لانه اللي أرخوا ما كانوش بيأرخوا بطريقه علميه يعني ما كان عندهم تقاليد علميه للتاريخ يعني تقاليد انطباعيه يعني بدائيه ناس بيكتبوا اهم ما حدث في ذلك التاريخ ومن وجهه نظرهم اهم ما حدث هو هذه الغزوات وهذه الحروب وطبعا هذا خطأ جسيم في حق التاريخ وفي حق الدين الحق بالمسلمين ضرر بليغ لأن الناس تصوروا أنه سيرة النبي هي سيرة المحارب مش سيرة الإنسان الاجتماعي الطبيعي صحيح النبي ومن ومعه المسلمون خاضوا معارك كثيرة في حياته لكن المسلمين اللاحقين فشلوا في فهم الفلسفة التي تقف وراء هذه الحروب فلسفة الحروب هذه ما هي؟ ومن ثم فشلوا في تقديم نظرية علمية للحروب في الإسلام الحرب في الإسلام ما عندناش نظرية للحرب في الإسلام يمكن في شخص واحد كتب عن هذا الموضوع من المتأخرين أو زهرة وظل الفقهاء يتخبطون في مسائل الحرب والعنف إلى اليوم ولهذا ظل مفهوم الجهاد أداه بيد العابثين والمغامرين طوال الوقت الكل يعني يتصور أن النبي هو قدوته ويروح يفجر ويقتل لم يستوعب فقهاء التراث أن حروب النبي كانت كلها في سبيل التحرير والدفاع عن الحقوق والحريات وما عندناش وقت للأسف نفصل في هذا الموضوع كانت حروب النبي كلها حروب دفاع عن الحريات وتأمين حدود آمنة للناس تأمين حدود الجزيرة تحديدا هذه اللي كانت محتلة من قبل الفرس والروم. لا يعرف كثير من المسلمين أن عدد الكتلة في هذه الحروب النبوية كلها، كل الحروب النبوية عدد القتلى فيه لا يتجاوز 1284 قتيل. 1284 قتيل من المسلمين ومن أعدائهم من الطرفين. 1284 قتيل فقط. خلال ستة و... ثلاثة وستين معركة معظمها معارك صغيرة بسيطة تسمى سرايا يعني أحد الباحثين اكتشف أن نسبة الذين قتلوا من المسلمين في هذه الحروب واحد في المئة فقط من المسلمين ونسبة الذين قتلوا من أعدائهم اثنين في المئة فقط يعني هذه النسبة قتلها عبد الملك الحوثي في أول في أول معركة من معاركة على حدود عمران إذن مشكلتنا ليست مع الحوثي وحده وليست مع القاعدة وحدها ومع داعش وحدها بل مع هذا الفهم الأعوج لنظرية الحرب في الإسلام والسيرة النبوية مع هذا التراث غير العلمي وغير الممحص والممحق المحقق عفوا وغير المدروس بعناية تراث يقول لك ان ايه واحده يسموها ايه السيف ايه من ايات القتال قالوا انها نسخت حوالي 240 ايه من ايات الرحمه والود والسلام في القران الكريم، كلام كلام غريب. عبد الملك الحوثي والسلاليون ومشاريع التطرف والخراب كلهم ينهلون من بئر واحده هي بئر التراث المسمومه. بدون هذه المذاهب ولا معهم اي دليل. ولا يقدروا ولا يقدروا يفتحوا مشروع من هذه المشاريع الخطرة على مستقبل الأمة من أين المذاهب وجود بدون هذا التراث المذهبي ما فيش ولا بد من إعادة النظر في هذا التراث الفكري قبل أن يتسبب في القضاء على هذه الأمة لا بد من ثورة مراجعات تحصن العقل المسلم من الوقوع في مصائد المشاريع الشاذة وإحنا بنقول مراجعات علميه تقوم تقوم على اصول علميه مش مراجعات عشوائيه وغوغائيه يعني لمن هب ودب، لا مراجعات يقوم بها علماء محترفون متخصصون، لكن لما اقول علماء محترفون متخصصون ما هو مش بس الجماعه المعممين، العلماء هذه كلمه تطلق على ناس كثير تخرجوا في جامعات الوطن العربي والاسلامي. الذي يتابع خطابات عبد الملك الحوثي لا قدر الله يجد نفسه امام شخص مسكون بحلم هذا الحلم نشا معه من طفولته واصبح جزءا من لحمه ودمه هذا الحلم هو مشروع السلاله المصطفى مشروع الامامه بشكل عام اطفال العائلات السلاليه يتعرضون لغسيل دماغ من في اسرهم من وقت مبكر يصعب مقاومه هذا هذا الغسيل. يعني بيحقنوهم بمفاهيم سامه لكنها محببه للنفس. ولذلك يصعب مقاومتها. النفس بطبيعتها تحب ان تكون مميزه، تحب ان يقول ان يقولوا لها ان يقولون لها انت الافضل والاحسن وكذا، كل نفس هكذا. فما بالك اذا قيل لها هذا الكلام وهو مؤيد بنصوص شبه دينيه. أكيد يعني هذا كلام سيستحوذ على كيان الإنسان وهذا ما حصل للشاب عبد الملك وأمثاله في الأسر السلالية، الإنسان ضعيف يعني ظلوا يحقنوهم من طفولتهم بمفاهيم وأقوال سامة تفسد فطرتهم الإنسانية وتفسد عقيدتهم الدينية ظلوا يقولون لهم أنتم سلالة مميزة طاهرة ذهبية مصطفاة أعطاكم الله امتيازات كثيرة في الدنيا يعني ليست لغيركم، هذه الامتيازات هذه الامتيازات سلبت منكم من قبل أعدائكم أعداء الله المنافقين الحاسدين، كلام مثل هذا يخلي الواحد قنبلة موقوتة، مثل هذا الكلام على مدى عمر كامل يمسخ فطرة الشخص ويخلي الواحد منهم كما قلت عبارة عن قنبلة موقوتة في وجه المجتمع. لا يرضى بالواقع حتى لو كان هذا الواقع جيد لكن ما يرضى به ويظل الواحد منهم في حاله سخط دائم ضد الدوله وضد المجتمع ولا يخلص في ولاء للدوله ولا يعمل بصدق واخلاص في اي منصب من مناصب المسؤوليه ولا يحب الناس حب صادق ولا, يسل... ولا... ولا يسلم هو من سموم الكبر والغطرسه داخل نفسه الكبر الذي تولده العنصريه هذه مفهوم العنصريه هو عباره عن سم من السموم سم داخلي يخليك تعيش حياتك بطريقه ظنك لا تعيش بطريقه فطريه طبيعيه هكذا تفعل الافكار العنصريه تضعف المجتمع وتاكل نفس صاحبها والذي عرف سلالي في حياته يمكن ان يراجع الصوره ويسال نفسه هل كان مخلصا في عمله؟ هل كان محبا لبلده؟ بصدق هل كان يحب الناس حب صادق ولا حب مجاملات علشان يستميل قلوب الناس للسلاله مشروع السلاله وهذا يضعف المجتمع بالفعل يجعل الاف السلاليين داخل المجتمع عباره عن ثقوب سوداء تمتص طاقه المجتمع ولهذا كان السلاليون احد اسباب فشل النظام الجمهوري في اليمن لانهم تسربوا الى مفاصل الدوله واشاعوا فيها الفساد والتخريب بقصد تقويض الجمهوريه وهو ما حدث يعني الى حد ما في نهايه المطاف. والمجتمعات التي تصاب بهذا النوع من العنصريه والفرز الفئوي تعاقب بالفقر والتخلف على الاقل. كل المجتمعات التي اصيبت بهذه العاهه تعاني من مشكله الفقر والتخلف. لولا ان الهند مثلا اكتشفت الديمقراطيه الحقه في اخر المطاف وبدات في اصلاح تدريجي لكانت نموذج كارثي لمشكله الفرز الطبقي ومع ذلك ما زالت الهند لليوم يعني تعاني من اثار هذا الفرز حتى اليوم اثار الفرز الطبقي والفئوي يعني جاب الهند يعني ارض ارض لانه يعد احد اسباب تخلفها الحضاري وتاخرها عن امم اخرى مجاوره لها بالنسبه للشخص السلالي لا يستطيع أن يفكر بحرية تامة في هذه القضية لأنه واقع تحت ضغط المفاهيم التربوية اللي تلقاها منذ طفولته وأصبحت جزء من كيانه ولأن نداء المصلحة والامتياز امتيازهم عن الناس نداء قوي داخل النفس الإنسانية لا يستطيع الفرد العادي تجاهله والواحد منهم يعني إذا سمع صوت يعني صوت الضميرة يأتي من بعيد إذا سمع صوت هذا الضمير يقول له يعني اعقل هذا مش دين هذا مش دين الله العنصرية دين الشيطان الإسلام ما جاش يخدم سلالة إذا سمع مثل هذا الصوت يهرب فوراً إلى كتب المذهب يروح الطوال يدور عن الفقهاء علشان يسكت هذا الصوت بأقوال الفقهاء ومبرراتهم الشيطانية المسألة بالنسبة لهم سيكولوجية نفسية عميقة يعني معقدة يعني هكذا مثلا اللي يحاول يغطي الرائحه الكريهه باحراق البخور هو عارف في قراره نفسه او على الاقل ضميره عارف انه هذا باطل لكنه يلجا الى كتب الفقه وكتب الدين ليغطي هذه المشكله الى هنا تنتهي حلقه اليوم نلقاكم بعد العيد ان شاء الله في امان الله وحفظه